كنت في مدرسة ديال الاتحاد البيضاوي للمصارعة، وقعوا لينا شي مشاكل صافي، وهذه دابا عامين كنتريني في مدرسة ديال رشاد البرنوصي، وملي ما كنلقاش الوقت وكنجي من الخدمة معطل شوية وهذه خاصني الطوبيس عاوتاني تما نوصل تما، كنجي نتريني هنايا في هاد البلايص، وكيشوفوني شافوني الدراري الأولاد الدراري، حيت حنا عندنا دار الشباب وحدة في حي محمد هي هو اتحاد البيضاوي والمصارعة، صافي الدراري كانوا كيمشيو يترينو معايا جاو كيترينو معانا هنايا بشوية بشوية الحمد لله، حنا كنترينو داكشي اللي قسم الله، واخا حدانا كيما كتشوفو هاد المنطقة الأزبال وداكشي الحمد لله. المهم هاد البلاصة كاينين تمنية ديال الأبطال ديال المغرب هنايا، وكاينين أبطال تكلاصاو في بطولة إفريقيا، حمزة بوشناق منهم بزاف ديال الدراري، منهم أسامة الروقاني كاين ربيع الروقاني، ورغم ضعف إمكانيات الحمد لله فهمتي استطعنا نحقق واحد الإنجازات اللي كبيرة. ملي ما كيكونش عندنا معسكر تدريبي جميع الدراري كيرجعوا للانديه تاعهم، الا حنا ما عندناش نادي، كما كتشوفوا المناخ فين كنترينيو والبلاصه فين كنترينيو يعني ما كتساعدش، وقله المعدات باش تكون واحد الابطال يعني ما كاينش معدات عندنا، هادشي كامل اللي كتشوفوا هذا كله يعني كله مجهودات ديال الدراري ومجهودات ديال الاخوان اللي كنتعاونوا بيناتنا، كاع اللي دار شي حاجه يعني مجهود ديال الدراري بوحدهم، يعني ما عندناش فين ترينيو، ما عندناش قاعه رياضيه فين ترينيو، يعني كنتمنى تكون عندنا قاعه رياضيه فين نمارسوا الرياضه ديالنا الرياضه الاولمبيه ديالنا.